ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهنستعرض دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة نتائج فرق قطاع خلال الأسبوع اللي فات. ما شاء الله للأسبوع الثالث على التوالي كل الفرق مكسب ما شاء الله. عندنا نتائج فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009 الأهلي وشباب الأميرية 13-0، مواليد 2008 الأهلي وإنبي 1-0 أحرز الهدف بلال محمد إبراهيم، مواليد 2007 الأهلي واتحاد الشرطة 1-1 أحرز هدف الأهلي حمزة علي، مواليد 2006 الأهلي واتحاد الشرطة 4-0 أحرز الأهداف عمر سيد معوض هدفين وإبراهيم عادل وأمير علاء، مواليد 2005 الأهلي ومركز شباب زينهم 6-0 أحرز الأهداف يوسف عفيفي هدفين، أحمد أبو العمايم هدفين، وطارق فوزي وفارس خالد. معانا مواليد 2004 الأهلي والاتصالات 5-0 أحرز الأهداف زياد أسامة وعلي أيمن هدفين وحمزة مصطفى. هنكمل مع حضراتكم برضو بقية النتائج. مواليد 2002 الأهلي ومركز شباب الساحل فوز الأهلي 13-0 أحرز الأهداف أحمد عربي هاتريك، أحمد عاطف هاتريك، أحمد سيد غريب 4 أهداف، محمد هشام وعلاء الملكي. الأهلي مواليد 2000 الأهلي ومعادي فوز الأهلي 5-0 على المعادي واليخت أحرز الأهداف الوافد الجديد كرم النقيب وضياء وحيد ومصطفى إلياس وياسين علي ومحمد مصطفى أوكا. الأهلي مواليد 2003 بطولة الجمهورية للناشئين وفوز الأهلي على الجونة 2-1، قلنا كان في نتيجة سلبية الأسبوع اللي فات، قلنا هنفضل إن شاء الله ورا مواليد 2003 وندعمهم. النهاردة ما شاء الله في الأسبوع اللي فات في الأسبوع اللي احنا موجودين فيه في فوز للنادي الأهلي 2-1 على الجونة وأحرز الأهداف كريم عثمان هدف واحمد داوود هدف. الاهلي مواليد 2001 فوز الاهلي على بتروجيت 4-2 احرز الاهداف حماده الفيل هدفين، محمد سلامه هدف وعبد الوهاب علي هدف، وبالمناسبه ابو هاب علي هو هداف الدوري برصيد 10 اهداف. مواليد 97 اللي بيقوده الكابتن عادل عبد الرحمن، ان شاء الله هنكون موجودين معاكم بكره في قطاع الناشئين وهنقول لكم مباراه الاهلي وجونا بكره ان شاء الله على الهواء مباشره. الاسبوع اللي فات الاهلي والداخليه 3-0 احرز الاهداف كريم يحيى ويوسف علاء هداف الدوري ويوسف الجبالي. ما شاء الله زي ما قلت لحضراتكم